السابق للجمعيه الملكيه المغربيه للكره اليد من الوش من اسره كره اليد. وهذه مناسبه احنا كره اليد اكيد اكيد الاخ عبد اللطيف الطاطبي اللي عطى الشيء الكثير. الانسان الطيب صاحب الابتسامه الدائمه كنتمنوا ليه الشفاء العاجل من هذا المنبر ديال القناه الرياضيه. السيد اللي عطى الشيء الكثير, السيد اللي كان دائما راهنا اشاره الجميع لما كان مسيرا داخل الجامعه, السيد اللي عطى الشيء الكثير لفريق الرابطه البيضاويه. متمنيتنا بالشفاء العاجل الاخ عبد اللطيف الطاطبي. نعم, اذا مواجهه قويه بين المنتخبين, المنتخب الوطني المغربي ومنتخب كاب فيرد او منتخب الرأس الاخضر. البدايه قويه من جانب الزروالي اللي عرف كيفاش انه يتعامل مع المحاوله الماضيه بواحد الشكل جيد بواحد الطريقه. غنشوفوا كيفاش كيمشي الكره وعطانا الحكم هدف واحد مقابل لا شيء. فهنا غادي نشوفوا بدايه ديال بناء العمليه الهجوميه من جانب المنتخب الراس الاخضر. الراس الاخضر المعطيات يعني على الورق ممكن يكون بانه ماشي شي منتخب اللي كبير اللي قوي ممكن يلعب, ولكن كنعرفوا بانه على الميدان دائما الامور كتغير. يعني على الورق كتكون عندنا افكار, ولكن ملي كندخلوا للرقعه ديال المدير كتكون عندنا معطيات اخرى, كنلعبنا لاعبين بيتمهرهم وباغيين يبينوا القدرات ديالهم. فالقراءه التقنيه قبل بدايه هذه المواجهه سي زولي كتعطينا انه الافضليه للمنتخب المغربي, اليس كذلك؟ اكيد نبغي نرجع فقط للنتائج اللي حققها سواء من منتخب الوطن المغربي في الدور الاول. الفريق المغربي انتصر على الفريق الزامبي اللي هو في نفس التصنيف ديال منتخب الكوت ديفوار, انتصر عليه كاب فيرد, وانتصر على الكونغو برازافيل اللي هو في نفس التصنيف ديال الفريق ديال الكاميروني مع امتياز طفيف فريق الكاميرون على منتخب الكونغو برازافيل. سجلنا 54 هدف وتسجلت عندنا 64 هدف, معناها عندنا ناقص 10, في حين ان الفريق الكاب فيرد سجل 44 هدف وتسجلت عليه 58, معناه ناقص 14. الدفاع ديالنا استقبل اكبر اكثر من الدفاع ديال فريق كاب فيرد, في حين ان الهجوم ديالنا سجل اكثر ما سجل الكاب فيرد. جميع المعطيات تشير للتاريخ ديال المنتخب الوطني ولا قيمه اللاعبين الان الموجودين, فهي الكفه تميل اكثر لصالح الفريق الوطني المغربي. ولو انه كل هذا وذاك خصنا شنا المنتخب المغربي, شنا التطور ديال المستوى ديالو خلال المشاركه ديال البطوله الافريقيه. عندنا عده اشياء يمكن نقولوها في هذا التحليل ديال المقابله. اولا على مستوى حراسه المرمى يجب ان نجتهد شويه على على مستوى الدفاع وكيف ما كان الجهاز الدفاعي, واعني بالجهاز الدفاعي لو ديسبوزيتيف ديفونسيف اللي غنديروا يكون 1-5-3-2-1-3-3 كيف ما غيكون خصو يكون كيحترم المعايير ديال هذاك الدفاع, خاصه على مستوى التغطيه الدفاعيه. خصنا نكونوا في خط فين ما كانت المرمى نكون في خط واحد. علاش؟ باش يكون عندنا نفس المعلومات ويكون عندنا رد الفعل منسجم في اطار الدفاع. نعرفوا نخرجوا من الهجوم للدفاع, نعرفوا امتى نجريو وامتى نوقفوا, التايمين الوقت المناسب امتى نجريو وامتى نوقفوا, ونعرفوا على مستوى الهجوم التواضع نستغلوا لانه شنو اللاعبين ديالنا. عندنا سديدات ديال الزين وايدير, وعندنا الاختراقات ديال امين بن طالب وديال امين الحجاوي. الباقي جاي لنا ديال الجناح, انا جاي لها ونتمنى ان الظهير الايمن ديالنا ينوع هدف المنتخب المغربي. هدف اخر قلت على مستوى الهجوم المتواضع ان نستغلوا 3-0 الان 3-0 لصالح المنتخب المغربي. قلت على مستوى الهجوم المتواضع نستغلوا تسديدات ديال الزين وايدير وخرقات الحرشاوي امين بن طالب, ونتمنى ان الظهير الايمن انه ينوع اللاعب ديالو بين الداخل والخارج على اعتبار انه مجبر انه يلعب مع الاجنحه ديالنا اللي بقي شي بان الرزوقي والجناح الزروالي عندهم من النجاح الهجومي انهم ديفينيسور كما كيقولوا اللي كيصطاد يسجلوا. نتمنى هذا الشيء نشوفوا على ارضيه ما تعطلوش اتخاذ قرارات من طرف الاطار التقني ديالنا اللي عندنا فيه كامل الثقه له هو المساعد ديالو يوسف الطاطبي. وان شاء الله انا متفائل جدا, نهايه المقابله غيكون المغرب منتصر ان شاء الله, وغادي يكون وضع الرجل اليمنى في اطار تاهيل بطوله العالم. ثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد, بدايه جيده جدا من العناصر الوطنيه. كيبان لي بانه فريق المنتخب ديال الراس الاخضر يعني حقق الهدف بعد مرور تقريبا 4 دقائق و40 ثانية, يعني تأخر باش يدخل في المقابلة. هذا دليل أن المنتخب الوطني المغربي فرض الإيقاع ديالو مع البداية, وهذا أمر مهم ومهم جدا. مسألة أخرى نبغي نشير لها ولو أنها يعني من الأمور اللي واضحة وحسب المعطيات ديال المراسلين ديالنا والبعثة ديال القناة الرياضية, يعني هناك في تونس زميل ميسي هشام السعدي تم رصد
صعود ديال الاسماء مجنسه المنتخب ديال راس الاخضر، فاعتقد انه ربما جوج او واحد مساله عاديه، ولكن صعود ديال الاسماء جيب لي انت منتخب جديد هذا وحطه في الوطن الافريقي. اكيد باش يوصلوا لهذا المستوى في التوقيت هذا الوجيز وباش يظهروا بهذا المستوى كان خاصها الدفعه هذه، كان خاصها الدفعه هذه. وكنعرفوا حنا الانتعاش اللي كتعرفها الكره كره اليد البرتغاليه، ما نبغي نشير لك فقط المتتبعين ان فريق البرتغالي الان في بطوله اوروبا حرج المنتخب السويدي بالسويد وانتصر عليه بعشرة نقاط كفارق، واقصى المنتخب الفرنسي اللي يعتبر رقم واحد على المستوى الدولي، معناه ان كره اليد البرتغاليه مطوره بشكل كبير، وهاد اللاعبين هادو يمكن يكونوا عندهم مؤهلات اللي يمكن تخلق بعض المشاكل، الا اننا سنظل متفائلين. بالفعل حنا غنلعبوا الكل في الكل، غير هو نعطيو معلومه للجمهور بان أكيد. المنتخب هذا اللي كيلعب قدامه راه عنده تسعود ديال الاسماء مجنسه كتلعب معاه في هذه المقابله وفي هذه البطوله الافريقيه، فلازمنا ندخلوا في التكتيك اكثر. المقابله الساعه عندنا ثلاثه ديال الاهداف مقابل جوج، بدايه ممكن نقول بانه جيده من العناصر الوطنيه لحد الساعه على مستوى رقعه الميدان. نتمنوا الاداء يكون افضل واحسن على مستوى رقعه الميدان من جانب المنتخبين معا. نشوف هنا الطريقه ديال الاعداد لبناء الهجمه، شنو رايك في التغطيه الدفاعيه لحد الساعه؟ الديسبوزيتيف او الجهاز الدفاعي اللي كاين هجو الان في المنتخب الوطني هو 3-2-1 اللي كيحاول ما امكن انه يضغط على الاظهره، لانه شفنا في المقابله ديالهم خاصه مقابله الجزائر ان الاظهره كانت عندها بالاضافه للحارس كان عندهم كلمه ديالهم وخلقوا عده مشاكل المنتخب الجزائري وانتهزوا فقط بنقطتين. لحد الساعه رحنا منتصرين عليهم دفاعيا، ما سجلوا هدفين ولكن بعض الصعوبه ومعاناه المنتخب ضد الدفاع ديال المنتخب المغربي. نتمنوا ان هذا النجاح يبقى عاطل الاكل ديالو، نتمنى اننا نحاول نقلل ان نعمقوا الفارق في وقت وجيز في الشوط الاول حتى يدب الشك في اذهان اللاعبين ديال الكاب فير. نشوف هنا المحاوله من اجل اختراق القيام بدور رجل الدائره ومحاوله ديال الاستخلاص ديال العمليه الهجوميه الماضيه، ولكن سوفيا ايدير كان في المكان المناسب. دفاع المنطقه، كره من جديد كترجع للعناصر الوطنيه، تمريره جميله وفي اخر مطاف وتمريره اجمل مغربيه ولكن كتضيع. امين من طالب، امين من طالب تسرع شويه التسديد وهذه كتخلي حتى امين من طالب كيسترجع الكره، حتى المنتخب ديال الراس الاخضر كياخذ ثقه في النفس بهذه الكره. راه نقطه القوه ديال كاب فير هو الحارس ديالنا فيرناندو فيليكس، راه خلق مشاكل كبيره للمنتخب الجزائري. وانا البارح حاولت ما امكن انني نشوف المقابله اللي جمعت، راه لعب دور كبير في النتيجه اللي حققها المنتخب، وبالتالي حنا خصنا ننتصروا عليه في هذه الديال بحال هكا. ما خصناش نضيعوهم، خصنا ناخذوا وقتنا ونقراو دائما كما قلت في التحاليل السابقه بانه دائما الحارس حل. الحارس كيسد عليك منافيد ولكن راك عندك حل، انت ملزم انك تلقى ذاك الحل وتوضع الكره لا وين يا بالغاردي. محاولة دائما مستمرة من جانب المنتخب الوطني المغربي وايضا منتخب الراس الاخضر مع الطريقة ديال التعامل مع الكرة، فكانت جيدة جدا استخلاص ثم بعد ذلك انهاء الكرة بواحد السرعة، فهنا كنقول بانه طريقة جيدة وجيدة جدا. سوى هدف الرابع ديال المنتخب المغربي. حسنا دائما وعلى ممتازة هجمة مرتدة مضادة، هجمة مرتدة مضادة. لا 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 نضيعوا الكرة بحال هذه. الحارس عنده باراد، الحارس اش كيدير؟ الحارس الاكسبوزيف يخرج كيدير لك الباراد، خاصك تسنى، خاصك دير عملية تثبيت للحارس وتسناه يقوم بالحركات ديالو عتوقع الكرة فيكسي. فيكسي فوالا. دابا حنا كنجيو اكسبلوزي كنضربوا الكرة، هو لاباراد ديالو كتصادف مع التسديد ديالك، انت خاصك تاخذ وقتك تخليه حتى يقوم بجميع الحركات، طلع وتخليه طلع في الالتقاء وتسناه يقوم بالحركات ديالو وتوضع الكرة بشكل ما كيطلبش القوة في وضعيات بحال هذه. محاولة من جديد من جانب منتخب راس الاخضر لحد الساعة كتبقى النتيجة المحصلة لحد الساعة. خاصنا الأخ العداري، نعم خاصنا ناخذوا احتياطنا من لي بينيتراسيون ديال لي زيليي، لأنهم كيدخلوا، لأنه الدفاع هو عبارة عن أبواب. نعم. الأجنحة ديالنا اللي هما كيتعتبروا في الدفاع رقم واحد، راه خاصهم تكون ديك الأبواب موصادة باش ما يكونش ذاك الدخول ديال الجناح متزامن مع التمريرة ديال لابازاريا. اسمح لي لحد الساعة سعد مجيد زولي عندنا مشكل هو حارس المرمى، مازال اللاعبين ديالنا ما لقاوش طريقه باش يهضروا على المشكل، لقاو الحل اللي تكلمنا عليه. المشكل ماشي هو حارس المرمى، المشكل هو حنا
حنا كنتسرعوا في التسديد وخصنا نتعاملوا معاه بطريقه مثاليه، لانه هذا الستيل ديال كيتطلب واحد النوع معين من طريقه التعامل معاه. ولكن اداء لحد الساعه حنا متقدمين، حنا متقدمين في المقابله، وهدف فريق الحكم يعتبر كيعطي الكره للمنتخب الراس الاخضر على اعتبار انه تم دخول المنطقه المحرره. حتى اللاعب هذا اللي كنظن بانه سد شويه على اللاعب ايدير كره من جديد غادي تسجل ان شاء الله. ايدير ممتاز ايدير سفيان، برافو عليك، برافو سفيان. ما احتسبش الحكم، عطى سبعه عطى خليو الصوره مع اللاعب اللي عنده الهجمه، نعرفوا واش هذا عطى مرور بالقوه او سبعه امتار على اعتبار ان المدافع كان في الدفاع منطقه، عطاها مرور بقوه. يعني شوفوا شنو قرار او مع الهجمه يعني يكون افضل مع العمليه الهجوميه، عوض اننا نمشيو نشوفوا محاولات او لاعب واقف على ايد كره للاعبين ديال فريق الراس الاخضر. محاوله من جديد، هادو كيكونوا نتمنوا ان المنتخب الكابير ما ياخذش الثقه ديالو في الدقائق الاولى، ونتمنى اننا نلقاو الحلول خاصه على مستوى الانفراد بالحارس واخا، والضغط الدفاعي على المهاجمين ما نخليهمش يفكروا بزاف، خاص نضغطوا عليهم على مستوى الدفاع، ما نخلوش الاظهره انه توقيت في التفكير وايجاد الحلول. هذه محاوله من جديد، فرصه جميله، ولكن هنالك تغطيه الحارس فينيسيو صراحه قايم بواحد المقابله قويه جدا مع انطلاقه هذه المباراه. هذه فرصه من جديد لعناصر منتخب كاب فيردي، اول مره المنتخب راس الاخضر يتقدم في النتيجه بخمسه مقابل اربعه، وبالتالي بدايه على المستوى. لاحظ داخل العدالي هنا ما كانش دفاع خطي، الشيء اللي عطاه فتح الممر امام الظهير الايسر ديال الفريق كاب فيرد. نتمنى اننا ما نفقدوش الثقه، ونتمنى اننا ناخذ وقت مستقطع في وقت مبكر، لان الوقت ماشي في صالحنا اننا نبقاو غاديين بهذه الوتيره. محاولات خطا سبعه امتار صالح المنتخب الوطني المغربي. سفيان ايدير لا يضيع، لاعب عنده امكانيات جيده، ونتمنى انه يلقى الحلول امام هذا الحارس، لانه فعلا حارس شكل لنا واحد البدايه قويه، يعني واحد صعوبه على مستوى التسجيل. كان بامكاننا نكونوا وسعنا الفريق ما هو اكثر وما هو احسن. كره مره اخرى لعناصر منتخب الراس الاخضر، والانطلاقه على مستوى بناء العمليه الهجوميه، طريقة التعامل مع الكرات كيف بإمكانها أن تكون من جانب هذا المنتخب الذي يبدو أنه فعلا منتخب بإمكانياته المحترمة، وما وصلش لهذا الدور إلا دليل على أنه جهة الأخ العدالي الجهة اليمنى ديال الدفاع الوطني ديال الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي. خصنا نقوموا بواحد التسجيل لهدف التعادل، خصنا نقوموا بواحد إصلاح تموضع اللاعبين، لان كيمروا من تماك بسهوله. نذكر بانه الراس الاخضر هزم امام منتخب التونسي 33 مقابل 21 في المقابله الاولى، بعد ذلك عانق الانتصار امام الكاميرون ب 22 مقابل 19، فاز على منتخب الكوت ديفوار ب 29 مقابل 26، ثم انهزم امام المنتخب الجزائري ب 25 مقابل 23، والنتائج تتحدث على ان الفارق لم يكن بالكبير ما عدا مقابله المنتخب التونسي المقابله الاولى صاحب الارض والجمهور، بالتالي فهو منتخب عنده حضور قوي جدا في هذه المنافسه، ويجب ان نحتاط منه لان عنده حارس قوي، وايضا الاسماء اللي كنا تحدثنا عليها الاسماء المجنسه فهي عندها طريقتها وعندها اسلوبها على مستوى التدخل في هذه المنافسات. اكيد الاخ العدالي ما بغيش فقط بانه هذا على الاقل ما يمكن ان تعطى اللاعب المدافع الكاب فير هي دقيقتين، لانه كانت تدخل خشين في الوجه ديال سفيان ايدير. نعم هذا هدف ممتاز. نعم اشرف عدلي رجل الدائره ورجل المهام اللي نبغيو انه يكون متفوق فيها وبشكل كبير. نذكر بان المنتخب الوطني المغربي انتصر على منتخب الكونغو ب 34 مقابل 25، بعد ذلك انتصر على منتخب زامبيا ب 39 مقابل 12، واجه في المقابله الثالثه ديالو المنتخب الجزائري وانهزم بفارق ثلاثه ديال الاهداف 33 مقابل 30 منتخب الوطني المغربي، انتقل للدور
الأساسي أو نقول ربع النهاية أمام المنتخب التونسي، وكانت مباراة من أجل العبور إلى دور النصف. المنتخب التونسي بحكم القوة والسيطرة وبحكم الأسماء والتجربة تمكن من الانتصار على المنتخب الوطني المغربي ب 31 مقابل 24. وبالتالي المنتخب الوطني المغربي يجد نفسه الآن أمام منتخب الرأس الأخضر في مشوار التألق. هذا هو شنو قلت لك؟ قلت لك بأن هذا الحارس هذا خليه يدير الحركه، خليه يدير الحركه ديالو، كونتر جو ديالو، القوه معاه، ما غاديش تمكن الطرف ديال الخوص كما كيقولوا. القوه مع الحارس خاصك تمكي وتحط. انا ناكد بانه يفو بوزي البالون لا وين يبقى الكارديان. نعم، اذا من جديد الكره لصالح المنتخب الراس الاخضر. الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه ديالو بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، ونشوفوا هنا الاستمرار ديال المحاوله من جانب عناصر ديال المنتخب الراس الاخضر. تعامل بذكاء، عدم تسرع، الاعتماد على الفرص وعلى الطريقه المناسبه من اجل الوصول الى مرمى. نشوفوا هنا فرصه كضيع تعود مرة ثانية لتكون هذه المحاولة لصالح المنتخب التونسي. القوة ما غاداش تجيب نتائج. لاحظتي على الملاحظة اللي درنا على مستوى اليمين الدفاع المغربي بأنه أمين حرشاوي خرج عند الطاهر الأيسر ديال هذا، ومابقاش هذا المشكل عندنا على مستوى الدفاع الجهة اليمنى. إذن أصبحت النتيجة الآن متكافئة بين الطرفين، على اعتبار أنه كانت عملية هجومية. المنتخب الوطني المغربي متقدم بثمانية ديال الأهداف. غادي نشوفوا النتائج الخاصة بهذه المباراة لحد الساعة. هنا المتابعة دقيقة للعملية الهجومية من جانب المنتخب الوطني المغربي. بن طالب الدخول ديالو هو الاخر مهم، وهذا رياض بالامام وامين حرشاوي اللي كان واسماعيل العلوي على مستوى الدائره عوض لاعب عدلي. اذا بن طالب يحاول ما يمكن يخترق هذه كره جميله تسجل. نعم، الجهه اليمنى تشتغل اليوم بهذا الهدف، تسعود ديال الاهداف مقابل سبعه. ارتقاء لاعب الاخ العدالي بانه اللاعب الى استطعنا اننا نلعبوا عليه يمكن يغير المجرى ديال المقابله. لاعب رزوقي لاعب رزين كما كيقولوا، لاعب ما كيتسرعش في التسديد، وعنده امكانيات، عنده واحد الرؤيه واضحه للحركات ديال الحراس، وبالتالي كيتبكر ديال البارم كيعتمدش على القوه. لاعب ذكي في التسديد ديالو، كيقول لك الاجنحه هما الفنانين ديال اي فريق، هما لي زارتيست ديال ليكيب. وهذا اللاعب رزوقي هذا لاعب فنان، نتمنوا اننا نلعبوا عليه الان. شفنا هذه الكره اللي وصلت عنده وسجلها باش نوليو تسعود مقابل سبعه، وشفنا التعامل ديال امير حرشاوي مع الحارس. نتمنوا ان جميع اللاعبين انهم ما يتعاملوش بقوه. لاحظ القوه ماشي حل مع هذا الحارس هذا. اذا الكره من جديد لعناصر المنتخب الوطني المغربي. الحسن بليمان، نشوفوا هنا الطريقه ديال سفيان ايدير اللي حاول ما امكن انه يسجل بقوه. هذه فرصه وتثبيت اسماعيل العلوي ميدكا. اسماعيل العلوي الان اللي يمكن يجعل اللاعبين ديال الدائره ديالنا انا، والان اضطر الكافير انه ياخذ وقت مستقطع. 3 بوان ديكار راه خدا وقت مستقطع. نتمنى اننا نصلحوا الجهه اليمنى ديالنا على مستوى الدفاع. نتمنى اننا نلعبوا في الممرات وما نحاولوش نتعاملوا بالقوه. نتمنى اننا نستغلوا جميع المراكز ديال اللاعب، الاجنحه والدائره القطيره وصالح الالعاب. نسمعوا المدربين. ينترا غور وغارد روني، ينترا رافا لوغار دو كويزا سنترال، كونتينو اليندرو وتروكا dois pontos e o ponto direito também. Ok? Vamos lá. Bora. Muita pivô fácil. Pivô fácil. Depois o assentamento, a bola rapidinho para o outro lado. Achará o caminho. المنتخب المغربي استطاع انه مر مرحله حرجه في بدايه المقابله، لكن التغييرات وهذا عطات الفكر ديالها. شو معية الطريقه ديال بن طالب في التمرير والتثبيت ديال اسماعيل العلوي وسدد في الزاويه البعيده. انتير ديزاكسي.
إذن من جديد متواصلين معكم مشاهدي الكرام في المقابلة كتجمع بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب رأس أخضر. أداء لحد الساعة ممكن نقول بأنه لا بأس به العناصر الوطنية لأنهم المسار ديالهم فهو جيد، متقدمين في النتيجة وهذا هو المطلوب، ما كتهمش الطريقة وما كتهمش الكيفية، اللي كيهمنا هو الانتصار، هو تأمين المرور، هو جوج ديال النقاط. وبعد ذلك سيكون لنا موعد مقبل يوم الجمعة بقاعة الحمامات حيث سيخوض المنتخب الوطني المغربي مقابلته امام منتخب الغابون. تابعوا هذه الفرصه على مستوى بناء العمليه والتصويب، ولكن هنالك التغطيه. ما تحدثناش عن الحكام، فنبغي نذكر بانه تحكيم سنغالي في هذه المواجهه بقياده عبد الله فاي من السنغال بمساعده فاضل ديوب. اما بالنسبه للحكام الاخرين فهناك التونسي العوين عدنان وايضا علاء الدين جوناس، هذا من او جوناس من البنين، هذه الاسماء الحاضره في قياده او في تحكيم هذه المنافسه. لازلنا نعم تفضل. على ذكر الحكام السنغاليين، المنتخب السنغالي يعتبر من اكبر الغائبين على البطوله 24 اللي كتقدمها تونس. كنعرفوا بان هناك عده لاعبين محترفين سنغاليين. كتقول بواحد الصوت منخفض كتحسر. كنتمنى انه عدد المشاركين نرتفع لانه 16 مشي 24 فريق الاخلاء الدائم. بالفعل، ولكن 24 كتعني تبادل ديال التباري غيكون اكبر اكبر ما بين اكيد الاسماء هذه. وتعطي واحد الانطلاقه لكره اليد على المستوى الافريقي. محاولة هذه قوية، هذه قوية. هنا مثل هذه الكرات هذه اللي كتكون من خارج المنطقة المحرمة وبعيدة يعني من 8 حتى 9 الأمتار، فواش المسؤولية كبيرة كتلقى على الحارس أو لا؟ لأنه الدفاع ما كانش مقيم بالطريقة المناسبة. هذه الحالة بالضبط، هذه الحالة بالضبط. اللاعبين بجوج بقاو شادين لاعب دائرة، حتى واحد ما خام الصد، كان خاص تبادل أدوار. سدد من الداخل هنا كنحمل مسؤوليه الدفاع، لانه المدافع ملي كيجي متاخر كونت لو ديفونسور ان ريتار خصو يطلع للصد. حتى واحد ما طلع للصد، اللاعب خدا وقته هذا التير، الحارس ما تيشوفوش. كان خاص واحد يبقى مع اللاعب الدائره وواحد يمشي للصد ياخذوا الزاويه البعيده والحارس ياخذ الزاويه القريبه. المنتدى مضاد للعناصر المنتخب الوطني المغربي اسماعيل العلاوي، ممتاز ممتاز. كيتبت الحارس وكيوضع الكره بواحد الطريقه جيده. هذا هو اللي مطلوب من هذا الحارس. هذا اكيد انه تلقى التعليمات كيفاش يتعامل بالحارس. اكيد انه الان شفنا تغييرات، لا سواء امين حرشاوي او اسماعيل العلاوي او الرزوقي تعاملوا مع الحارس. الشيء اللي عطانا الان 11 مقابل 8 ثلاث نقاط كفارق، وقابله انها تسهل اكيد العناصر تمنياتنا انه هذا باش يدخل الشك ونلعبوا مرتاحين. لعبوا مرتاحين ونسبه الادرينالين عند المتتبعين منهم حنا انها تنخفض شيئا ما. شوفوا هنا هذه كره كتضيع كتصلح العناصر المنتخب الوطني المغربي حتى انها تصمد في القائم. نعم جوج ديال الدقائق لمن؟ لا امين بالطرد ما عرفش شنو هذا كادو، ما عرفش نشوفوا الاعاده. الحكم على حق ظلم اللاعب. جوج ديال الدقائق حرمان المنتخب الوطني المغربي من خدمات لاعب. كنظن بانه سبعه امتار المنتخب الكافر. غادي نشوفوا غادي نشوفوا. بن طالب اذا عنده جوج ديال الدقائق يغادر رقعه الميدان. نتمنوا ان الكافر ما يستغلش هذا النقص العددي هذا ونبقاو في هذا الفريق اللي هو ثلاث نقاط. نتمنى ان جمال وعلي يصد هذه التسديده هذه. يلا وعلي فوالا تو سجل. اذا لازلنا واياكم مشاهدينا الكرام نتابع تفاصيل الجوله الاولى من عمر هذه المقابله التي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب منتخب راس الاخضر. على الرغم من 8 دقائق تنتهي هذه الجوله، الجوله الاولى من عمر هذه المقابله. تفضل. نور الدين اللي بواحد الديوي كيحيد حارس وكيلعب بسته لاعبين. نتمنى اننا ما نديروش الهدايا من الدفاع ديال كافير، واننا نسدو كيف ما كانت تسديده، اننا نحاولوا نلعبوا في العمق ونسدو كرات داخل الدفاع. شو ما كنلعبوش شيء جميل اننا نلعبوا بهذه الطريقه في العمق، لان استراتيجيه مثل هذه الا ما لعبناش في العمق غيصفر يعطي الحكم الكره الخصم، لانه كنلعبوا بكره ديالنا خارج المنطقه. هذيك عندها شروط كتطلبها، لانه تغيير في الفكر ديال اللاعبين باش يبداو المقابله، عده اشياء كتدخل ما غندخلوش فيها الان. الان نلعبوا في عمق على الاقل باش نرجعوا في الدفاع. سجلنا او ما سجلناش غنرجعوا في الدفاع، وهذا اهم شيء في وضعيات مثل هذه اللي ما
يكونش عندك الحارس في المرمى ديالو. وحاول من جديد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي هذه فرصة لبناء العملية الهجومية. سفيان إيدير، سفيان إيدير إيدير، قلنا بأنه القوة ماشي حد، القوة ماشي حد، باش أننا نسجلوا على هذا المنتخب منتخب رأس أخضر خصنا التكتيك، خصنا كنظن بأنه اللي يمكن يحل المشكل بحال هذا هو اللاعب محمد الزين اللي كان دوك الاحتياط، لأنه الزين شفنا البارح القوة الانفجارية ديالو ديك لافورس اكسبلوزيف، كنظن بأنه الرقم واحد بكل المعطيات في التسديد من بعيد، وبالتالي نتمنوا اننا نشوفوا يمكن. وعلاش ما دخلوش مدرب حتى يعني مادام انه انت لاحظتيها وانا غن 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 ايدك في، علاش ما يدخلوش مدرب مثلا؟ نظن بانه عنده رؤيه ربما يخليه حتى الشوط الثاني ورقه رابحه، لانه دائما المدرب ويخلي اللاعب في الطراوه البدنيه ديالو انه يسدد ويشوف ويقرا المقابله في الشوط الاول. ممتاز. 11 مقابل 9 هذه نتيجه مستشرة حتى الساعه. شنو رايك في حارس المرمى المنتخب الوطني المغربي حتى الساعه؟ لحد الساعه على ضوء النتيجه اللي كنشوفوها لحد الساعه احسن مما كان عليه الوضع سابقا. اسماعيل العلوي، اسماعيل العلوي كيسجل 12 مقابل 9. هذه القوه اللي خصنا نبينوها للبطوله الافريقيه. اولا سفيان إيدير استطاع انه يثبت المدافعين، وفي نفس التوقيت اسماعيل العلوي استطاع انه يربح المساحات خلف تردي، استقبل الكره بشكل جيد، ثبت الحارس ووضع الكره فين ما كاينش الحارس بحال هاد اللقطات وبحال هاد الوضعيات اللي خصنا كنشوفوها في الهجومات ديالنا. هنا محاولة لبناء الكرة من جانب المنتخب، منتخب الرأس الأخضر رقم 8 اللي هو فورتادو وكالتر، وفي آخر مطاف كتضيع كتصبح هجمة مرتدة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصة جوج ديال اللاعبين ثلاثة فرصة. أوه الكعبي ممتاز ريال، هذا لاعب شاب طموحاته كبيرة وربح كبير للمنتخب الوطني المغربي. أكيد قدم مقابلة جميلة أمام المنتخب التونسي، واخا مر واحد الفراغ الفراغ، إلا أنه الأطر التقنية خلات ليه الفرصة أنه يعبر. هذا اللاعب هذا جاي في الطريق إن شاء الله الإمكانيات ديالو بشكل كثير بشكل كبير، لاحظنا بانه من بين القلائل اللي تصرف في ديال الحارس ديال كاب كتقاطع حتى مع لاعبين في كره القدم كعبي حكيمي كلهم هدافين. فنتمنوا اليوم التوفيق. نشوفوا هنا المحاوله هذه فرصه كترجع مره اخرى لعناصر المنتخب الرأس الأخضر. نعم نعم، هجمه مرتده مضاده. لا لا لا، غيكون غيكون اقصاء لمده دقيقتين استبعاد. علاش؟ لانه قطع قطعها ما كان خصو يعطي ثلاثه الامطار القانونيه، القانون يعطي ثلاثه الامطار، ولا ما كانش لانه الامام السرعه ما خصوش يدخل الا ما سمحتش ليه التوقيت، لانه حتى ياسين ذكي ذكي انه لعبها في الدربه باش يدخل المدافع اخر. هادو هما الاشياء اللي قلت لك المقابله ديال الامس، انه كاين بغير تسديد بغير تسجيل الاهداف والحفاظ على المرمى كاين عده اشياء ممكن تلعب على لاعب دابا تخرج جوج دقائق في الهجوم المتواضع الا كان خلق لك مشاكل مثلا في الدفاع او في الهجوم. هذو عده اشياء كيلعبوا عليها المدربين داخلها اللي ما يمكنش يشوفها الانسان العادي. محاولة من جديد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي ونقص عددي المنتخب اللي هو المنتخب الرأس الأخضر. هذه فرصة لبناء العملية الهجومية مع فرصة الكعبي. ممتاز أكيد. برافو برافو الكعبي. خمسة ديال النقاط بدينا كنوسعوا الفريق 14 مقابل 9 بدينا كنوسعوا الفريق وبدينا كنعتمدوا على لاعبين اللي ما اللي ما كانش عندهم الرسميه مع السبعه الاولين بدايه الدوره. هذا شيء جميل نشوف لاعبين اخر اكيد، لانه شفنا نكونوا واقعيين شفنا مع المنتخب التونسي لعبنا بطلاقه ما عندنا ما نخسروا، شفنا مجموعه من اللاعبين اللي عطاو عده امكانيات. هذوك اللاعبين اليوم وقلتها في المقابله ديال تونس بان هذوك اللاعبين هما اللي غيديروا الفرق في المقابله ديال الكافير. حنا دابا شفنا الكعبي نتمناو نشوفوا واحد اخر، شفنا اسماعيل العلوي اللي قليل فيه كيلعب في الهجوم، نتمناو نشوفوا الزين نشوفوا ظاهر عده اسماء على مستوى حراسه المرمى نشوفوا واعلي مثلا. هادو عده اشياء يمكن يديروا الفرق ما بين المنتخب الوطني ومنتخب كافر. هذه محاوله من جديد فرصه الحكم كيدخل كيقول قتاليه كبيره من اللاعب عطيتي سامطار اعتقد للمنتخب منتخب راس اخضر وليبيا مستمره. راه لحد الساعه راه الفريق الوطني المغربي هو الوحيد اللي استطاع انه يفوز في الشوط الاول بهذا الفريق على المنتخب الكافر. نعم فريق اربعه ديال النقاط في الساعه وحنا كنشوفوا هذه فرصه محاوله ممتازه ريال كعبي حاول بانه سبعه امتار لانه دفاع في المنطقه ما عرفش الحكم شنو غيعلن. وبن طالب كان ذكي بالفعل في التمرير حكم المرمى كيصفر سبعه امتار لانه اللاعب اللي دخل ضد اللاعب كعبي راه كان داخل المنطقه. قرار سليم ديال الحكام السنغاليين لحد الساعه بكل وضوح الحكام الجزائري باستثناء
التدخل ضد إيدير اللي كان كيستوجب لكن كيستوجب استبعاد ديال اللاعب كافير. جميع القرارات سليمة تقريبا سليمة. سفيان إيدير فرصة لتوسيع الفريق بعد ما هو 5 ديال الأهداف. نبغي نشوفوا الهدف السادس بالفعل كيزيد راه ما عطاهاش قوة عطاها النفي. هنا كيبان لك بأن اللاعبين ديالنا الحنكة والتجربة ديالهم يمكن ضيعوا 4 أو 5 فرص كان ممكن يكونوا في 9 نعم. لكنهم استدركوا الأمر. لاحظ جيدا ضربها تقريبا بالأصابع ديالو حط لي الكرة في المكيش الحريص. هنيئا لنا بأننا كنطوروا في الأداء ديالنا مع مرور الوقت وهنيئا لنا أننا انتصرنا في هذا الشوط الأول ماشي على الكافير على الحارس ديال الكافير. نشوفوا هنا المحاولة الاعتماد على الأجنحة. الحكم كيقول بأنه خطأ 9 أمتار لصالح المنتخب رأس الأخضر. وهذا اللي على الصورة فهو فورتس فلافيو. شوفوا هنا الطريقة ديال الالتقاء ثم بعد ذلك تدخل الماضي ضعيفة تماما ولصالح المنتخب الوطني المغربي. ما عرفتش كيطالبوا المنتخب كافير سدد بوحدو وياسين بالفعل. هذه كرة من جديد بن طالب يرتقي ممتاز. برافو 16 مقابل الزاوية البعيدة 16 مقابل 10 6 ديال النقاط كفريق الجماهير المغربية اللي كتلعب دور كبير في تحفيز اللاعبين. نعم كتزيد إثراء الحماس في خاصة أن هذو كلهم مسيرين ومدربين هذا قراب من وكيعرفوا اللاعبين معرفة شخصية وهذا الشيء اللي كيحفز الآن هاد اللاعبين هادو. كرة من جديد لصالح المنتخب رأس الأخضر. ارتكب أخطاء كثيرة منتخب رأس الأخضر والمنتخب الوطني المغربي استغل هذه الأخطاء وأيضا قدم نفسه بقوة صراحة لاعبين. رجعنا للخطأ في هذا الجهة هو ماشي هدف كان شوفوا لأنه مرور في منطقة منطقة لاحظ أو سجل هدف هنا 16 مقابل 11 نسجل هدف حكم سينيغال. شنو نهاية ديال وقت مستقطع ديال الفريق الوطني المغربي. هذا ثلاثي نبيل. شوفوا نوتي محمديوش moins de 2 minutes. Il y a 1 minute et quelques. On est à 5 points d'écart. Ce que je vous demande, on leur donne pas de possession de balle. C'est-à-dire, faites tourner la balle jusqu'au but, d'accord? On leur rate du watch. Ah, on peut courir, mais j'ai attaqué Wadi. Combien de temps il reste là? Il reste 1 minute et quelques. Ok, 1 minute donc, prenez la balle. Combiner, essayer des enclenchements. Faire un double croisé. C'est ça, doucement. Un double croisé. Ah, dans tous les cas, c'est moi, je viens de chercher, tu vas chercher arrière gauche. D'accord, okay. Ok. Et ça enchaîne. واضحة أن قل من جوج ديال الدقائق أكيد قل من جوج ديال الدقائق ناخذوا كرة ديالنا نلعبوا بالهدوء ديالنا ما نعطيهمش ما نصرعوش نعطيهم كرة ونخليوها باش ترجع لينا هدف. الأخ العدالي أمور واضحة يفوا با فير دي كادو لا ديفونس ديال الكافير. لعبوا بشوية نتأكد بأنه هدف. حنا نخرجوا بست نقاط أو 5 نقاط في الشوط الأول مزيانة وندبروا الأمور ديال الشوط الثاني والشوط الثاني لها مدبروا الحكي. متفق معك. كرة من جديد للعناصر ديال المنتخب الوطني المغربي لعبوا في الممرات نعيوهم في الدفاع نحاول نخرجوهم هما جوج دقائق هادو امور كنا نقدروا نلعبوا عليها دابا في جوج دقائق. انا شوف معايا الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه من جديد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. هذا بن طالب ومحاوله الله 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 جميله. شوف هذا رزقي هذا هو مفتاح جاب رزقه. علاش؟ لان نعطيك مثال دابا الدفاع قد ما قللتي المساحات هو في صالح الدفاع قد ما وسعتي المساحات هو في صالح الهجوم. العرض ديال الملعب ديال الكره اللي فيه 20 متر الا لعبتي انت في 17 متر راك مضيع 3 الامتار. الشيء اللي كنا كنبغيو الان كنلعبوا على عرض 20 متر وبالتالي كيكونوا المساحات وكيتفتحوا الممرات. الشيء اللي كيرغم الدفاع ديال الكافير انه يبذل مجهود اكبر. ممتاز الحارس استرجاع الكره. ممتاز الحارس في المنطقه. نعم كانت متابعه من جانب ديبينا دالسيو لكن ما قدمش اي جديد. محاوله من جانب المنتخب الوطني نهايه الشوط الاول باقي المقابله 17 مقابل 11
بعجاله شنو التعليق ديالك على النتيجه هذه؟ اكبر ما يمكن نطرحوا ليه هو نتيجه بستة اهداف ماشي لحقه الان، عندنا تغييرات على مستوى العقليه. واش شوف برافو اليوم لانه فعلا المنتخب قدم جوله اكثر مما كنا نتمنى. اكثر مما كنا نتمنى 6 اهداف في الفارق. اللي عجبني انا لحد الساعه هو تغيير العقليه ديال والقتاليه في الدفاع. الا مشينا بهذا السياق غادي نفوتوا. فوالا شكرا لكم مشاهدينا الكرام، رجعوا مع بدايه الجوله الثانيه من عمر هذه المقابله. الى اللقاء. كان فوتسال هذا المساء برنامج يومي مباشر يواكب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة العيون 2020. برنامج المباريات ونتائج وأخبار المنتخبات المشاركة ومتابعة خاصة للمنتخب الوطني المغربي. كان فوتسال هذا المساء طيلة أيام الكأس القارية بداية من الساعة 11 ليلا مباشرة على قناة الرياضية. في كل منافسة ومحفل دولي وبطولة أمان ومساع وجهود مبذولة، التاريخ يسجل البداية وأبطالنا المغاربة يتألقون في النهاية. الحلم الأولمبي لأن أبطالنا يستحقون. تتابعون برنامج الحلم الأولمبي كل ثلاثاء 10:30 ليلا على قناتكم الرياضية. عودة من جديد أيها الأحبة الكرام في كل مكان لاستئناف تعليق على أطوار منافسات كرة اليد والبطولة الأفريقية في بث مباشر عبر القناة الرياضية المواكبة لهذا الحدث الأفريقي. الفرق المغربية والمنتخبات الحاضرة قوية جدا بمردوديتها وبحضورها الفعال في دور النصف النهائي. المنتخب الوطني المغربي لازال يبحث عن بطاقة العبور إلى بطولة العالم، إلى المنافسة العالمية والمقرر إجراؤها بمصر، حيث ستكون منافسة هامة جدا لكل الفرق لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العالمي. دائما معي على مستوى التحليل والتقديم التقني لتفاصيل هذه المنافسات كفول سي عبد المجيد الزولي. اهلا ومرحبا بك مره اخرى عبد المجيد الزولي. مرحبا بك الاخ العدالي في هذا الشوط الثاني، مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات في القناه الرياضيه، مرحبا بكل الشغوفين بكره اليد. المهمه الان يبدو انها يعني اتضحت بشكل اكبر، يعني في الطريق نحو تحقيق نتيجه مرضيه وهي التاهل وهي تحسم البطاقه بطاقه المرور الى المنافسات العالميه. ولو اننا نلعب الان على الرتبه من الرتبه الخامسه الى الرتبه الثامنه، الانتصار في هذا اللقاء هو مهم للحصول على نقطتين هامتين وايضا للتقدم على مستوى الخطى نحو المرور الى البطوله العالميه. لدينا هذه المقابله ولدينا ايضا مقابله اخرى مهمه وهي امام المنتخب الغابوني لحسم الامور، لعدم الرجوع للوراء وانما للتفكير على مستوى السلم الترتيبي كيف ستظهر الامور. ولكن ساعود الى النقطه التي انطلقت منها سابقا وهي ننسى كل شيء ونركز على هذه المباراه، الانتصار ولا شيء غير الانتصار. اكيد حيت الايام في الاخ العدالي بغيت نقول لك بعيدا عن كل شيء الان قدامنا 30 دقيقه لتامين الانتصار. التدخل ديالي غادي يكون على شكل تالي. اولا ما وقع في مستودعات الملابس بين الشوطين عنده تاثير كبير على العقليه اللي غيدخلوا بها. يعني الى اللاعبين ديالنا ظنوا بان 17-11 رحنا سالات المقابله غادي يكون ارتكبوا خطا، ما نظنش بان الاطر التقنيه ديالنا بالكفاءه وبالتجربه. مقابله لا زالت بقى 30 دقيقه، احنا انتصرنا عليهم 17-11 30 دقيقه وبقى 30 دقيقه. لعبوها بواقعيه. التدخل الثاني 30 دقيقه معناها 15 دقيقه غنعطيو 15 دقيقه للخصم و15 دقيقه ديالنا، 15 دقيقه ديالنا خصنا نشدوا فيها لا بال. نعم. طول المده ما نعطيوهمش 15 دقيقه ديالنا من الثانيه ما نعطيوش لهم. و15 دقيقه ديالهم غنتقاسموها معاه. نعم نعم. بعيدا عن التسجيل وعدم التسجيل، عاد غادي تجي العمليه ديال تسجيل الاهداف. نتمنى ان اللاعبين ديالنا خلاصه القول ما يضمنوش بانهم انتصروا. واحد
جوج ما يتسرعوش، ثلاثة وما نديروا الارتداد الهجومي الا كنا 100% متاكدين بان اللاعب ديالنا غادي يمشي في انفراد مع الحارس ديال كاب فير. مع متمنيات التوفيق في هذا الشوط الثاني للمنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. ان شاء الله. امر اخر هو اننا لازم نركزوا على الكره ديالنا، نعتمدوا على الاجنحه في الوقت المناسب وعلى الرجل دائره في الوقت المناسب. هذه محاوله من جديد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، بن طالب على يسار ادير، ماذا يفعل؟ يمنح الكره لسفيان، سفيان سفيان الاختراق الان وامكانيه الاستخلاص من بن طالب. بن طالب يرتقي. هاد الصوره علاش؟ هاد الصوره علاش؟ نبقاو مع الصوره العامه، نتابعوا العمليه الهجوميه اللي كان بامكاننا تحمل الجديد. نشوفوا هنا كره مره ثانيه بالنسبه للمنتخب، المنتخب الوطني المغربي بن طالب. يدير يدير تغيير كلي للجهه اليسرى، هذه امكانيه الارتقاء وتضيع. تماس اعتقد لا كنشوف بان غادي الخط الخالف، ولكن لاحظتي رقمنا تقريبا شي 15 16 تمريره، هذا كيمشي في السياق اننا التوقيت ديال الهجوم ديالنا خصنا نحافظوا لو بلو لونطون بوسيبل على لابا. كره من جديد لصالح المنتخب، المنتخب الوطني المغربي مع محاوله لبناء العمليه الهجوميه. الهجوم المتموضع ديال فريق الكاب فير، تمريره على مستوى الدائره، تسديده وتدخل جميل ديال الحارس ياسين الادريسي، مشويه علينا. نتمنى اننا ننظموا الهجوم المتموضع ديالنا وما نتسرعوش. تسجيل هدف تعادل في الشوط الثاني المنتخب الوطني المغربي، واللاعب ديال كاب فير كيعتذر الاصدقاء ديالو على اعتبار انه وقع من خطا وفتح الممر امام اللاعب امين حرشاوي. كره اخرى ديال فريق الكاب فير، فريق الكاب فير اللي رغم انه منهزم بخمس او ست نقاط كفارق ما كيتسرعش، يحاول يبني الهجومات ديالو. تقاطعات ما بين اللاعبين وتغيير ديال الاماكن، تدخل جميل من طرف اللاعب امين الحرشاوي. لاحظ التركيز اللي كيبدو على المحيه ديال المدافعين المغاربه، مرور بقوه اللاعب اسماعيل العلوي، مدافع من 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 طينه الكبار، رغم صانع الالعاب ديال كاب فير انه يقوم بالخطا ديال مرور بقوه، وعطى كره لسفيان ايدير اللي بدوره كيحط الكره في الظهر ديال في الراس ديال الحارس الكاب فير. 19 مقابل 12 استمرار دائما، محاوله ممتازه، هدف اسماعيل العلوي. وصلنا النقطة 20، 8 ديال النقاط كفريق المنتخب الوطني المغربي، يحقق الأهم وهو تسجيل الأهداف في الوقت. هذه البداية القوية الأخ عدالي غادي تعطي الثقة كبيرة للعناصر ديالنا. كنشوفوا الآن التصافح ما بين اللاعبين، وكنشوفوا الفرحة على الوجوه ديال المشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي، وكنشوفوا بأنه اللاعبين ديال كاب فير بداوا كينزلوا يديهم، وهذا شيء مهم أن ينزلوا يديهم في بداية الشوط الثاني. لاحظ المدربين بجوج ديال كاب فير واقفين كيحاولوا يعرفوا شنو واقع في الميدان، لانه الطريقه باش لعبوا الدور الاول والنتائج اللي حصلوا عليها يمكن جعلتهم انهم يفكروا انهم يمكن يكون عندهم دائما نتائج ايجابيه، الا ان قوه الفريق الوطني المغربي امام كاب فير الان كتجعل الشك كي شوفوا هنا. او تسجل من جانب منتخب الراس الاخضر، يعني طريقه ديال الانطلاقه من الجهه اليسرى. وقفوا نبنيو الهجمات، وقفوا بشويه علينا ونبنيو الهجمات. حنا الان الاخ العدالي منتصرين بسبع نقاط كفارق، ما عندناش علاش نجريو. نعم، نخليو الخصم ديالنا، حنا نتحكموا في الايقاع ديال المقابله، نخلي لان راه المقابله ديال كره اليد في 4 دقائق كتغير. ترتكب ثلاثة الأخطاء وتماركوا عليك ثلاثة الأهداف، غتولي معاهم اللهم بشوية علينا. نبنيو في الثمانية تسعود 10 11 تمريرة عاد، نحاولوا ما أمكن نلعبوا في العمق كما هو الشأن الآن، وكتسجلوا. نعم، 4-2. بن طالب ممتاز، بداية موفقة مع انطلاقة هذه الجولة. تمريرة جميلة ديال إيدير اللي لعب في الممر واستطاع أنه يخلق الأغلبية العددية، وتدخل أجمل ديال الحارس ياسين الإدريسي. ما عندناش لاش نجري. لاحظ هاد الأخطاء
مثل هذه الاخطاء هما اللي خصنا نتجاوزوهم الان في هذا الشوط الثاني. هذه ما تسرعوش، ما نلعبوش على ارتداد هجومي الا لكنا متاكدين 100% بان الهجمه الارتداد الهجومي ديالنا غيعطينا انفراد مع الحارس ديال كاب فيرد. نتمنى اننا نلعبوا بتأني ونحنا اللي نتحكموا قد ما نزل الايقاع، الايقاع ينزل صالحنا احنا، مرتفع صالح المنتخب ديال راس الاخضر. ف 21 مقابل 13 نتيجه المسجله لحد الساعه. المنتخب الوطني المغربي في متابعه جيده، يعني الساعة كيخلي لك الفارق بينه وبين منتخب راس الاخضر وكيخلينا اننا نلعبوا براحه، يعطينا السود امطار وفي نفس الوقت عنده ديال دابا كره كان ممكن حنا نكونوا في الهجوم. دابا باش نفسر لك اكثر، حنا كان ممكن نكونوا في الهجوم متواضع، دابا كندوروا في الكره، حنا عطيناهم لا بال وجينا كندافعوا وضيعنا لاعب لمده دقيقتين. ما تبقى من المقابله، خصنا ننزلوا الايقاع وما نلعبوا الارتداد الهجومي الا لكنا متاكدين بانه فعلا غنمشيو نفاردوا بالحارس ديال كافير ونسجلوا عليه. من طلب عنده جوج ديال الدقائق امام حكيمي، هذه كره رائعه وهنالك تدخل، الحكم كيقول ما كاينش هناك اي شيء، جناح فارغ تماما يسجل ويستغل هذه الكره اللي هو فورتس فلافيو اللي كيتمكن من وضع الكره في المرمى مولينا بذلك على حضوره القوي في هذه المنافسة. إذن 14 مقابل 21 وأكيد غادي نشوفوا خروج ياسين الإدريسي ودخول لاعب باش يولوا عندنا 6 لاعبين على أرضية الملعب ضد 6. شنا أسمح بالزين كنشوفوه لأول مرة، والان اكد لك بان غنشوفوا تسديدات من خارج المنطقه 9 امتار وغنشوفوا اهداف، لان هاد اللاعب هذا عندهم الامكانيات ما يمكنه من الارتقاء والتسديد في الاماكن اللي ما كيحرصهاش الحارس ديال الفريق الخصم. هذه محاوله مره ثانيه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، سفيان ادير وخطا على مستوى التمرير، دليل على انه هنالك سوء الانسجام، ما كاينش تواصل، ما كاينش غير سوء الانسجام، وحتى الطريقه باش عطى لاباس ما كتعطاش لاباس بهذيك الطريقه، كتدفع لابال كتعطي لاباس بالكتف ديالك ابراكاسي، ما كتعطاش بهذيك الطريقه لانه باس ابراكاسي كتخلي لك الوقت فين تقرا لاكورس ديالون ديال الزميل ديالك وتعرف امتى تعطيها ليه. شوفوا هنا التدخل من جانب الحكم كيقول بان الكره لصالح منتخب راس الاخضر، كيمنح الكره من جديد لعناصر منتخب راس الاخضر، ينطلقون والجناح يشتغل بشكل جيد، عندهم الجناح رقم 7 اللي هو فورتس فلافيو، فقوه ضاربه مهمه. سرعنا الاخ العدالي، تسرعنا مرتين رجعنا للتعادل. نعم الامور واضحه اللي كتقصد به 1+1 تساوي التعادل الشوط الثاني، الشوط الثاني 1+1 تساوي 2، نلعبوا بشويه قد ما الوقت غادي يمر، قد ما الضغط غيكون على الفريق ديال كافير، قد ما حنا الفكر ديالنا غادي يطلع وغتولي عندنا الثقه في النفس ونقدروا نزيدوا اهداف، لان غيولي الخصم كيقرر يقلب على الكره غادي يفتح لنا ممرات اللي غتجعلنا نفاردوا بالحارس ديال كافير وبالتالي نوسعوا الفارق. 21 مقابل 15 منتخب الوطن المغربي لا زال متقدما، ولكن على مستوى الاهداف في الجوله الثانيه فتكافؤ في النتيجه لحد الساعه. سفيان ادير حاول يخترق لكن هنالك التغطيه، تعود من جديد لعناصر المنتخب الوطني المغربي مع ادخال اشرف عدلي. اشرف عدلي غادي يقوم مهام الرجل تمريره خاطئه على مستوى التمرير، يعني بهذه الطريقه من الامور اللي خاصنا نجوزوها تماما. ما عرفش شنو بغاو يعملوا اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، خاصه انه المره الثانيه كنفقدوا الكره من هذا المكان. هذا طريقه التمرير والطريقه ديال باش طلب الكره الظاهر الايمن بجوج فيهم مشاكل تقنيه، طريقه ديال التمرير والطريقه ديال الاستقبال، لان خص اللاعب يجي اون سيك باش يخرج من لا لينيومون اللي كان فيها المدافع، لان شنو لا لينيومون؟ هو كاين مدافع صاحب كره، مدافع وزميل ديال المهاجم، خصنا نخرجوا من هذاك لا لينيومون، باش كنخرجوا منه؟ الطريقه ديال طلب الكره والطريقه ديال تمرير الكره، هاد الامور هذه من ابجديات كره اليد اللي خصنا نتجاوزوها واللي خصنا نخدموها احنا على مستوى الفئات الصغرى داخل البطوله الوطنيه. نعم. غادي نشوفوا هنا اشرف عدلي، كره ديال 9 امتار لعناصر المنتخب الوطني المغربي مع محاوله للاستفاده من هذه الفرصه، هنالك تغطيه وفي اخر مطاف كترجع تمريره مغربي ولكن رائع. كاين تسرع، معرفش مشكل هو التسرع، كنلعبوا الكرات بسرعه كبيره. نشوفوا هنا التمرير محاوله، كنظن بان فيها مرور بالقوه، كنظن فيها مرور بالقوه اللي ما علمش عليه الحكم السنغالي. على اين نتمنى تداركوا
لان الان رحنا منهزمين بنقطه واحده في الشوط الثاني. محاوله مستمره دائما تقاطعات وتغيير المراكز باش يفتحوا المجال شي واحد انه يسدد. اما في اخر المطاف اسماعيل العلوي دفاع صلب هذه فرصه يبدو ان هنالك محاولات مستمره ومتواصله من جانب المنتخب منتخب الوطني. خصو يكون اعلان باللعب السلبي الان لانه تعطلوا بزاف في بناء الهجومي ديالهم كاب فير. كنظن بان الحكمين السنغاليين غادي يعلنوا غادي يرفعوا اليد ديالهم علينا باللعب السلبي الشيء اللي ما قابوش به. ضايعه كتصلح للمنتخب الوطني المغربي الان. اسماعيل العلوي ذكاء استطاع انه يكونتورني البيفو وياخذ ليه الكره. سبعة أمتار وهذه واضحة لحسن بالإيمان. اللي قام محاولة جيدة ارتقى بشكل جيد ولكن كورتو في آخر المطاف عرفت تصدي وتنبيها داخل المنطقة. تدخل دفاعي كان في المنطقة نعم والشيء اللي يمكن أنه ما عرفش واش عطاه دقيقتين أم لا. المهم هو سبعة أمتار وإيدير نتمنوا أنه يسجل. يدير يسجل بالفعل 22 مقابل 16 وكنرجعنا للسته ديال النقاط كان فارق التعادل الشوط الثاني. لاحظ اللاعب الظهير كيحاول يصحح تموضع ديال اللاعب الدائره لانه لاعب دائره ملي كيمشي كيسد على كيمشي جهه الكره كيجيب مع المدافع ديالو كيولي الصديق ديالو عنده مدافع ديالو ديال صانع الالعاب وصانع الالعاب ولاعب دائر. تغطيه تحت الساعه 4-2 مع خروج نحو حامل الكره قيام بالبريسينغ على اللاعب اللي عنده الكره. فرصه مره ثانيه هذه المنتخب الراس الاخضر ما لقاوش الحلول. كنظن بانه كاين هنا عاوتاني مرور بالقوه اظن بان التعاودات فيها مرور بالقوه. نشوفوا الاعلان لاحظ يمكن المدافع على اي 22 مقابل 17 محاوله من جانب المنتخب الوطني المغربي عن طريق حرشاوي يدير وحرشاوي نعم بالليمان الجهه اليمنى. فرصة من يدير ولاعب كيلعبوا بلاعبين على مستوى الدائرة عدلي والكعبي انتكالاج هذه جيدة ممتاز ممتاز. سفيان يدير يتمكن من وضع الكرة في المرمى ويعيدنا دائما إلى 6 أهداف كفريق بين المنتخبين. الأخ العدالي ملي كيكون الصبر والتأني في بناء الهجومات كنلقاو الحلول لأنه الخصم كيلفت عنده الصبر على مستوى الدفاعي وكيمل وكيحاول ما امكن يخرج يقلب على الكره الشيء اللي كيفتح الممرات. وحنا عندنا اللاعبين اللي حتى القوه ديالنا في اختراق. حنا ما عندناش دوك التسديدات من بعيد وما عندناش خصنا نستغلوا هذه القضيه باش اننا نحتكروا الكره اكبر وقت ممكن ونجعلوا الخصم انه يدخل في انعدام التوازن عند ديزيكيليبر ديفونسيف ونحاولوا نخلقوا الممرات ونخترقوا من الممرات. هذه محاوله فرصه نشوف هنا التدخل الحكم كيعطي 9 امتار لصالح المنتخب الراس الاخضر 27 مقابل 17 مقابل 23 نتيجه مسجله ودائما فارق 6 اهداف بين المنتخبين. معا نشوف معايا الطريقه ديال المرور واسترجاع الكره بشكل ما نجريوش نلعبوا بهدوء او تسجل عم اشرف عدلي نقطه الان كفارق الشوط الثاني. كنا نحن على بعد احنا لعبنا النصف الاول ديال الشوط الثاني وبالتالي الامور تسير بثبات نحو تحقيق الهدف المنشود هو انتصار الكافر. هذا اشرف عدلي على الصوره احد دعامات المهمه للمنتخب الوطني المغربي والمحترف بالديار الفرنسيه. ونشوف هنا الانطلاقه فرصه لبناء العمليه
تقاطعها من جانب منتخب رأس الأخضر. سبعة أمتار في المنطقة فيها ولا غادي نشوف الإعادة وش هنا كان هناك دفاع في المنطقة. كاين استبعاد لمده دقيقتين لاحد اللاعبين ديال المغرب كنظن الحارس ياسين الادريسي. خمسطاشر دقيقه لمرات متبقي، خمسطاشر دقيقه اخرى ووعلي وعلي جمال هو الحارس اللي غيدخل الان لاتمام المهمه في الوقت اللي ياسين إدريسي عنده جوج ديال الدقائق غيغادر من خلالها رقعة الميدان. وهنا تسجيل للهدف رقم 18 للمنتخب رأس الأخضر في الوقت اللي المنتخب الوطني المغربي لا زال متقدما 24 مقابل 18. بناء العملية الهجومية من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي والاستعانة بخدمات ديال حرشاوي وأيضا الكعبي من جهة اليسرى، الحسب الليمان جهة اليمنى، رجل دائرة أشرف عدلي، ومن جهة ديال الجناح فهنالك أعتقد رضا. كنشوفوا بأنه واخدين يدير حراسة رجل لرجل. كرة من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، فرصة الوقت اللي كاين هجمه. كرة مرة ثانية محاولة لحسن الحظ قائم أو لسوء الحظ هذا فلاطمات القائم. لعب في الزاوية البعيدة قام اللي عليه لكن ما كانش محظوظ إطلاقا رضا زروقي. شفنا للتنوير فقط شفنا اللي بغى ينفذ او اللاعب عدلي خطا 9 امتار كيطلب من الحكم 3 امتار. لكن بغي نقول هذا هو القانون شنو كيقول اللاعب كيفاش ان اللاعب يستغل القانون في هذه القضيه ديال 3 امتار. اللاعب اللي كينفذ 9 امتار ماشي في صالحه يطلب 3 امتار. علاش؟ لانه الى لعبها ومسها اللاعب اللي ماشي على 3 امتار كيتعاقب. نعم. انت ملي كطلب من الحكم كيصحح حتى موضوع وبالتالي انت ما مستافدش انت كتصحح الخصم بالفعل. اللاعبين اللي كيبغوا يلعبوا وتسعة امتار ماشي في صالحهم تكتيكيا يطلبوا من الحكم هذه كرة من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي في محاولة البناء عن طريق من حرشاوي غنمشي عند كعبي ريان التمريرة ديالو ولكن ما كانش بالشكل المطلوب. هنا كنظن بأنه دائما تصرع كيقوم جمال ممتاز جميل. ممتاز جمال ربح مهم جدا للمنتخب الوطني المغربي. يقول مصائب قوم عند قوم الفوائد ويعني رب ضارة نافعة. إلا كان ياسين إدريسي يعني خرج دقيقتين عطى الفرصة لجمال وعلي عطى الفرصة وبين من خلالها على أنه كيتسبب المحاولة. واحد ما كيشك في الإمكانيات ديال جمال وعلي حتى واحد في المغرب المتتبعين والمهتمين بشؤون كرة اليد ما كي جميلة نعم. القادم من الخلف الحسن ليمان وطريقة جيدة في استغلال الكرة الماضية بواحد صورة مرضية وجيدة لمستوى الخط الأمامي ف 18 مقابل 25 ودائما تقدم المنتخب الوطني المغربي ونحن على بعد 12 دقيقة أو أقل من ذلك على نهاية تفاصيل الجولة الثانية. رغم أنه نتيجة بحال هذه في كرة اليد الخبراء والمهتمين يقولون بأنه كتغير لأن الأمور باش كتجرى المقابلة تؤكد بانه الامور تسير نحو الانتصار الامور بخير وعلى خير الى حد الساعه. 25 مقابل 18 المنتخب الوطني المغربي دائما نعيد نكرر ونعيدها لا تخدم مصالحه انه يلعب بسرعه يلعب بالبطء تكون افضل واحسن. شوف معي هنا الهدف رقم 19 25 مقابل 19 ودائما 6 ديال الاهداف كفريق طريقة ديال التسجيل بهذا الاسلوب هذا وكتضيع ايضا وكترجع مره اخرى. جمال وعلي جمال وعلي رائع. جا
جمال وعلي. مهم جدا صراحة هذا الحارس وعلي جمال، طريقة جيدة في التصدي تمريرة جميلة ديال الإيدين، وتسجل أيضا هدف رقم 26 للمنتخب الوطني المغربي، 7 ديال الأهداف كفارق. تضيف هذه الكرة الثقة. نعم شوف هذه الكرة ديال باش تعرف الدور ديال الحارس، انفراد بالحارس، تصدي ديال جمال وعلي، ارتداد هجومي سجلنا فيه هدف، واستبعاد ديال اللاعب. هذه القراءة الموضوعية لهذه الوضعية. إذا الدور ديال الحارس دور كبير، الشيء اللي غيخلي جمال وعلي أنه يصم على بطولة إفريقيا مستوى عالي، رغم أننا كنا الكثير ما كان يشكو من حراسة المرمى، لكن كيف ما كان الحال الآن احنا شفنا تحسن كبير على مستوى حراسة المرمى. الآن الفريق هو 7 أهداف في مقابلة ضد واحد الفريق اللي خلق مشاكل كبيرة، اعتاد الفروق في الدور الأول، ما نهزمش بسهولة مع المنتخب الجزائري، نقطتين فقط. اليوم هو الآن منهزم 7 نقاط مع المنتخب المغربي، غادي يواجه المنتخب الغابوني، المنتخب الغابوني منتصر عليه المنتخب كونغو عريضة 32 مقابل 18. شوفوا هنا التدخل، يبدو ان هذه النقطة لم تحتسب للمنتخب، منتخب رأس أخضر، لأنه قام بعملية مشي قبل ضد. رجعت من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، نعم 19 مقابل 26، فارق ديال 7 ديال الأهداف كاملة، و10 ديال الدقائق على نهاية الوقت القانوني لهذه المقابلة بين المنتخبين. كنلعبوا بطريقة جيدة، حنا غادي بشوية علينا، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب الآن، لأن راه باقيين تابعين في المقابلة. نعم وبالتالي حتى اللي هضرنا عليه البارح أنك ما تعطوش ديك اللاعبين، هذيك الأشياء كلها اللي وحياة ديال المنتخبات اللي مشات كتلعب كل نهار والعياء والنبي العشاء وهدف. هذا فخر، 8 ديال الاهداف كفريق. ريان الكعبي ممتاز، رهنا على الاجنحه الاخ الدالي، دورها مهم، دورها مهم، ولعبوا تقريبا بدون اخطاء تذكر سجلوها الذاكره. هذه محاولة من جانب المنتخب الكابيردي، الرأس الأخضر، تمرير حتى المنتخب رأس أخضر أعتقد، لأنه استسلم الأمر الواقع، وحتى في المواجهة ديالو يعني أمام منتخب مغربي ربما دار قراءة مسبقة وشاف بأنه منتخب قوي ومن الصعب تجاوزه، يعني كيف ما احنا كانت عندنا قراءة المنتخب التونسي قبل انطلاقة اللقاء، فكنا كنعرفوا القوة ديال المنتخب التونسي. النقطة الوحيدة اللي كنا نتحدثوا عليها هي أنه هذا المنتخب ديال كاب فيردي أو منتخب رأس الأخضر عنده مجنسين، وربما كان بإمكانهم أنهم يخلقوا واحد الفارق، على اعتبار أنه لاعبين مجنسين ماشي هما اللاعبين العاديين اللي كتعرفهم يعني، وهذا اللي كان تمريرة جميلة. شوفوا هنا الله الله عدلي على مستوى الجناح كيسجل بطريقة جميلة مستوية 90، ما خلات أي حظ لحظة، تمريرة جميلة، ارتقاء وفتح الزاوية، هدف 21. محاولة من جديد، دفاع مختلط، دفاع منطقة من طرف 4 لاعبين، في حين أنه كاين لاعبين كيمارسوا عليهم دفاع رجل لرجل، وكنشوفوا اللاعب الكعبي على مستوى صناعة الألعاب. مرور بقوة جميل، لاعب حرشاوي تعامل ذكي على مستوى الدفاع، وهاد الامور هادي شنا اللاعبين ديال كافير انهم كيديروا خطا مشي ومرور بقوة، واكيد في الفيزيون شافوا هادشي
وخدموا ولعبوا عليه الان، لانه اللاعبين ديال كافير كما كان الحال التقنيه ديالهم ماشي مهارات مقارنه بالمنتخب التونسي او المصري او الجزائري او المغربي او الانغولي، وبالتالي باقي عندهم مشاكل على المستوى التقني، على مستوى التقنيات الفرديه بحال هادشي اللي كنشوفوا دابا. حاول ويبدو ان هنالك تدخل تعود مره ثانيه لصالح المنتخب الوطني المغربي 28 مقابل 21. خمسة دقائق على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة، والجمهور المغربي وقت المستقطع بدا كيعبر على الشجاعة ديالو نعم بهذا النتيجة، نتيجة هذا الانتصار، ولاحظ كلشي كيهني جميع المواعيد. نذكر بانه الاهم في هذه المقابله هو الانتصار، ما كيهمش النتيجه بقدر ما كيهم اننا نحقق الانتصار. سي لي سانك دينيير مينوت ماتنا دونك اون دوا جوي على العقل جيري لي سانك بوان، اسمع شويه جيري لي سانك سي تادير سوفياني نو دون ديسباس دونك جي دوموند او بيفو افيك لو نيميرو 3 كيس كيليا سور لو تيران يا دو كونتر دو ايسي et de il suffit de le prendre en un contre un. Alors, tu prends du un contre un, prends ta balle en course, tu l'élimines, après je m'appuie contre vous avec en arrière, arrière, par derrière, c'est derrière, tu prends. هادي هو يكون عندنا ديكالاج كوتي اوبوزي، ويكون عندنا ممرات في الكوتي اوبوزي باش نفاردوا بالحارس ديال كافير. محاوله من جديد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، يجب توسيع الفارق اكثر والتاكيد على اننا نتوفر على امكانيات لتوسيع الفارق عوضا نقوم بهذه الاخطاء الغير مرجوه نهائيا. منحنا كره مجانيه للمنتخب، المنتخب راس الاخضر، هذه كره رجل دائرة تضيع، هذه الكرة ممتازة تعود من جديد مغربي. يا لا لا جمال وعلي، تدخل ديال الحارس كيعبر على نعم الفرحة ديالو أن الكرة ما خلاتش، خرج راس الدري جميع الزوايا ما خلاش يجلس، ما خلاش يجلس، يمكن عطاه حل فوق الراس اللي ما استغلوش اللاعب ديال كافير. كل ما خرج الحارس من المرمى ديالو كيسد زوايا كيغلق زوايا. شنو هو القوة اللي كانت عند الحارس ديال كافير في بداية المقابلة؟ كان ما يعرف لو بوان دامباكت، نقطة التأثير، قد ما كيخرج عندك كيطلع داك لو بوان دامباكت كيكون في صالحه هو، كضرب فيه لافال، أنت إلا سديتي بقوة كضربها في الحارس، شيء منطقي بالهندسة، حطيتيها بعثتيها منه شويه باش تدخل في تبتيها ديال الامور، شي اللي قاموا به اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. الان شفنا بانه جمال وعلي سد جميع الزوايا، يمكن فتح ليه فوق الراس ديالو لانه هبط شويه للارض، الشيء اللي ما استغلوش الهدف، هدف سريع سريع الزاويه البعيده على مدار، حسنا فعل اللاعب كامل ما لمسوش لانه كل لمسه غادي يخرج دقائق. هذه محاولة مرة ثانية، فرصة ويبدو أن هنالك تصرع أمين حرجاوي، تعود مرة ثانية لصالح منتخب جمال وعلي، ممتاز جمال رجل هذه الدقائق بامتياز، هنيئا الحارس جمال وعلي، هنيئا له، امكانيات رائعه وحضور قوي ويعول عليه لانه شوفنا وجه لوجه، فممتاز جمال وعلي الطريقه ديالو التصدي ديالو الماضي للكره كيزيد يعطيه اكيد الاخ عدالي كان لي الشرف انني اعتمد على هذا اللاعب بطوله افريقيا في 2016 بمالي، والان هو كيعطي النتائج ديالو، وهذا فخر لاي واحد، فخر لفريق الرابطه اللي انجبت العديد من اللاعبين الكبار سواء على خط المرمى او هذا. هنا يا جماعه تفضل المحاوله، اشرف يسجل الهدف رقم 30، هنيئا لنا الاخ العدالي بهذا الانتصار، هنيئا لنا هذا الاداء الطيب، اكيد يرجع الروح للعناصر المتفرقه اكيد، لانه كان
كان يمكن يكون واحد القيته تحس بالشك، ولكن انا لاحظتي حتى في الاوف كنت نقول لك انا متفائل جدا، لانه لعده اعتبار نشط المنتخب الكافير البارح في المقابله ضد الجزائر وحاولت نتفرج فيه بتمعن، لاحظت بانه ما عندوش بزاف تغييرات، ما عندوش بزاف البدلاء، وعلى العكس من ذلك احنا عندنا يمكن الغيار قطع الغيار قطع الغيار عندنا اكثر من هما. حراسة اليوم المرمى كانت في المستوى الشيء اللي عطانا 30 مقابل 23 وحنا تقريبا على مشاريع، وحتى بوحدي خلاه واعلي في حراسة المرمى اكيد، لانه شاف بانه المردود ديالو افضل، ما يمكنش تخرج حارس كيقوم بالتصديات بهذا الشكل وداخل في المقابل داخل في المقابل. شوف هنا الجناح وكما قلنا سالفا الاخ العدالي الحارس الحارس التكتيكي ملي كتكون في احوج انك تستقبل شي كره وترجع اللاعبين ديالك، وبالتالي حنا اللاعبين ديالنا قاموا الحراس ديالنا وجمال وعلي قام بتصديات، هذا ما كاين فيش الدور اللي قام فيه ياسين الادريسي قبل ما يخرج بجوج دقائق حتى هو تصدى عده كره، لكن جمال وعلي في الدقيقه هذه اعطى الثقه لهذا خلانا نحافظوا على الفريق ديال النقاط، اعطانا الامال انه يكون عندنا حراسه المرمى لا خوف عليها في المستقبل، وهذا شيء جميل. وحاول من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي والاعتماد على محمد بن طالب، هنا المحاولة من الجانب الحسن بالإيمان ويبدو أن هنالك خطأ. نقترب من نهاية المقابلة، تتبقى دقيقة وأربعين ثانية تقريبا، نشوف هنا هذه فرصة وخطأ يقول الحكم واستبعاد لمدة، لأن التدخل كان عنيف ما كاين لاش، بقات دقيقة الفريق كاب فيرن هازم، هذا استبعاد الى 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 نهايه البطوله، لا مشي 28 دقيقه اللي مرات 36 ثانيه، يعني ما تبقى من اللاعبين هما اللي غيكملوا مجريات هذه المباراه، فورتادو غالدفير المنتخب ديال الراس الاخضر لعب هذه المقابله ما عنده ما يخسر، لانه الهدف ديالو وصل لهذا الدور، هذا كان طموحه كبير، واللاعبين ديالنا قاموا بالدور ديالهم على اكبر وجه، انتصروا في الشوط الاول بست نقاط، انتصروا في الشوط الثاني حتى الان نقطه واحده، دورنا اللاعبين ديالنا تاهلنا الان مقابله غابون، غنظن بان غاديش تكون مقابله قويه، الان اللاعبين ديالنا كيفكروا بايجابيه اكثر، النقطه ديالهم ترتطم بالقائم تاع ولا زالت بحوزه الفريق الوطني المغربي. بن طالب هذه فرصه 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 اختراق، ولكن تمويه سبع امتار، تمويه جيد ودخول ديال بن الامام. اللي نقدر نقول هو انه بهذه النتيجه هذه ما نقدروش نحسموا نهائيا في مساله المشاركه في بطوله العالم، اكيد اننا ننتظر المقابله المقبله امام منتخب الغابون، لان المساله غادي تكون خاصه بالكلاسمو او بالترتيب لمعرفه عدد النقاط لكل منتخب. الهدف اللي نقدر نقوله هو انه 80% ربما اننا حطينا الخطى على مستوى بطوله العالم، ولكن انتظار تاكيد في المقابله المقبله امام المنتخب الغابوني اللي خصنا ننتصروا فيها، نحتلوا مركز خامس علاش لا، وبالتالي نكون بذلك قد انهينا كل الامور والحسابات. نتمنى ان نحافظوا على التركيز ديالنا، لانه ما خصناش تخدعنا النتيجه ديال 32 مقابل 18 ما بين الكونغو والغابون، نتمنى اننا نبقاو حافظين على التركيز ديالنا سواء داخل الفندق سواء استعداد المقابله او الفرقه الاجنبيه اللي غيجريها، ونبقاو في كامل التركيز ديالنا باش اننا نقدموا مقابله احسن مما قدمناه الان امام الكامبير، وننتصروا ايضا على الغابون، على الاقل حنا التاشيره ديال المرور اكيد انها غتكون متفقه في الفريق المغربي، الا انه حتى اذا حسنا الترتيب ديالنا غيكون حققنا انجاز، والشيء اللي كنطلب منه انه قاموا به في الديار التونسيه. هنيئا الفريق الوطني المغربي، هنيئا لكل الشغوفين في كره اليد، هنيئا لجميع الاطر جميع المسيرين جميع اللاعبين المغاربه على هذا الفوز وعلى هذا ضمان تاهيل بطوله العالم اللي يمكن تعطي انتعاشه وتعطي واحد الانطلاقه قويه للرجوع للتوهج ديال كره اليد الوطنيه. 31 مقابل 25 كينتهي بذلك المردود ديال هذه المقابله، وفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب الراس الاخضر. هنيئا لهذه الجماهير، هنيئا لمحبي كره اليد الوطنيه المغربيه، اداء اخر مميز. شكرا لكم مشاهدينا حسن المعاينه والمتابعه، كنشكرك سيد عبد المجيد الزولي على التحليل ديالك لمعطيات هذه المنافسه. الموعد غادي يتجدد ان شاء الله يوم الجمعه، ومقابله امام منتخب الغابون بالحمامات. شكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء. البطوله الوطنيه الاحترافيه مباشره على قناه الرياضيه.